العودة لصدارة الترتيب الخاص بالأندية الأفريقية، أو بمعنى أصح احنا دايما في صدارة الترتيب، ولكن العودة لحصد الألقاب القارية أو الأفريقية، والعودة للوصول دائما أبدا إلى الفوز وحصد الألقاب على المستوى القاري والأفريقي ليس فقط على المستوى المحلي. هذا هو الحلم والتركيز عليه في الفترة القادمة حسب ما أعلن مجلس إدارة النادي وأعلنت لجنة الكرة وأعلن طبعا الجهاز الفني ونجوم ولاعبو الفريق. التركيز على البطولة الأفريقية اللي هنبدأها قريبا بإذن الله باستقبال بطل الجابون ومواجهته على ملعب استاد القاهرة، قراءة في ملفات دوري رابطة الأبطال الأفريقي منذ انطلاق البطولة عام 64 وحتى يومنا هذا، مرورا بكل المراحل اللي تم فيها التغيير في الهيكلة الخاصة بالبطولة وتنظيميا وماليا والكثير من الألقاب التي استحدثت خلال مشوار البطولة، مثل كأس السوبر الأفريقي اللي بدأ العمل به أو تفعيل هذه البطولة الخاصة عام 93 حتى التغييرات اللي تمت في نسخة البطولة عام 99. اسمحوا لي أدخل مع حضراتكم مع ضيفنا الكريم سريعا في هذا الموضوع وعرض كل التفاصيل الخاصة بالتغييرات بناء على القرارات الأخيرة التنظيمية والخاصة بترتيبات البطولة وفقا للقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. يسعدني في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا الناقد الرياضي البارز ومدير تحرير صحيفة الشروق الأستاذ شريف عبد القادر. مساء الخير يا أستاذ شريف وأهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله. تحب تبدأ الحديث منين يا أستاذ شريف؟ يعني نبدأ بالتاريخ وذكريات البطولة الأفريقية منذ انطلاقها عام 64، ولا عايز تبدأ من الأحدث إلى الأقدم؟ من الأحدث يعني التغييرات طبعا مع قدوم أحمد كرئيس الاتحاد الأفريقي حصلت تغييرات كبيرة جدا 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 في كافة البطولات التي ينظمها الكاف، بداية من كأس الاتحاد الأفريقي مرورا بدوري الأبطال بأمم أفريقيا حتى بطولات الشباب بطولات الكرة النسائية، معظم البطولات تم عليها تعديل، واعتقادي انها تعديلات للاصلح او بتصلح اللي بقالنا كتير جدا بنطالب بيه خاصه للشمال الافريقي، وهي مواعيد البطولات بالنسبه للبطولات الانديه وبطولات الامم بالنسبه لمنتخبات القاره كلها مواعيدها. طبعا احنا عارفين البطوله كانت بتبتدي في فبراير دور التمهيدي، ثم في مارس دور ال 32 دوري الابطال افريقيا او الكاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليه بمسمياهم الحديث يعني. بعد كده طبعا وبتفضل البطوله نوفمبر فديسمبر نخش على كاس العالم للانديه، وده عكس كل البطولات في كل قارات العالم. يعني في اوروبا البطوله بتبتدي في سبتمبر وتخلص في مايو، او في ديسمبر وتخلص في مايو، نوفمبر كده تخلص في مايو مع نهاية السيزون في كل الدوريات، نفس الشيء في آسيا إلا في أفريقيا. وده كان لأن معظم دول القارة جنوب غرب القارة جنوب وغرب القارة المناخ مختلف، يعني وإحنا هنا شتاء وهم صيف، وإحنا هنا بنبتدي الدوري هم بيكونوا لسه في فترة الأجازة، فكان بيتعمل حساب ده قوي لحساب القارة السمراء تحت. يعني لو شخصنا الضرر اللي كان واقع علينا من شكل البطولة القديم طبعا قبل ترتيبات المواعيد الجديدة، ايه هو الضرر اللي كان تلاحم المواسم؟ احنا كانت مشكلتنا ايه؟ مفيش فترة راحة. مشكلتنا ايه في شمال افريقيا تحديدا خمس دول؟ ان احنا بنخلص الدوري مثلا بتاعنا في ستة، سبعة نبتدي نخش في دور المجموعات، ثمانية دور قبل النهائي، او تسعة وثمانية دور قبل النهائي، تخش بعد كده على النهائي والكلام دوت على 11، فمفيش فترات راحه. كنت ابتديت اصلا يكون الدوري بدا وانت لسه ما خلصتش، يعني انت ما خلصتش البطوله والموسم ملتحم ببعض، مع طبعا ازمه اللي كان فيها مصر، الازمه بتاع بعد 2011 احداث 2011 ان كان في تاجيلات والدوري يتوقف والقصص اللي كانت بتحصل دي، كل ده خلانا في تلاحم مفيش راحه للاعبين خالص، وده اثر علينا في ان احنا ما رحناش كاس العالم 2014 وما رحناش كاس الامم ثلاث دورات ورا بعض، لان كان النشاط بيتوقف وافريقيا شغاله والعكس. التغيير في المواعيد ده فادنا بشكل كبير جدا جدا جدا، خاصه دول شمال افريقيا زي ما بقول لك، ان البطوله من السنه الجايه السنه دي استثناء هتخلص في نوفمبر هتبتدي في ديسمبر، يعني ديسمبر 2018 هتبتدي بطولة دوري الابطال والكونفدراليه بجدولها الزمني عشان تخلص في مايو 2019،
ونبتدي بقى نمشي بقى طبيعي. يبقى في فتره راحه زينا. طبيعيه جدا لكل الفرق تخلص دورياتها المحليه، تخلص دوري الابطال وكاس الاتحاد الافريقي او الكونفدراليه في شهر 5، ومثلا الدوري بتاعك بيخلص في اخر 5 او في اول 6 حسب يعني، وتاخد فتره راحه بقى اللي هي من 6 مثلا لغايه 8 وتبتدي الاعداد، والدوري المحلي يبتدي 9، فالبطوله الافريقيه تبتدي بعد كده في سبتمبر برضه. فده طبيعي زيك زي اوروبا وزيك زي اسيا اللي هم محيطين بيك، فده امر طبيعي. تعالى لامم افريقيا، امم افريقيا بتعمل كل سنتين في يناير. طبعا معظم نجوم المنتخبات الافريقيه الصف الاول تحديدا كلهم محترفين في اوروبا، فتجد مثلا اللعيب بيجي طبعا عشان منتخب بلاد والموسم الموسم شغال، الدوري شغال بره، ده شفناه في ماشي. بيحصل المشكله ان اللعيبه ترجع من امم افريقيا، يرجع مصاب، يرجع ما ليش مكان، يعني خلاص بقى دخل حد ركب 4 اسابيع البطوله، 4 اسابيع، او انه بيعمل دروب لفريقه زي ما قالوا ان بعض اللاعبين اثروا على فرقه، بيأثر كتير المدربين. ده قيل عن ساديو ماني تحديدا، ما جابوش اهداف في او تعادله في المباريات اللي غاب فيها خلال مشاركته في كاس الامم، وتلاقي نجوم كتير هو بيفضل انه يفضل في فرقته على ان هو يشارك مع منتخب بلاده ماشي، يبقى حريص جدا على يحضر تصفيات كاس عالم، لكن ما بقاش حريص ان هو يحضر امم افريقيا. يعني لعيبه كتير جدا بتغيب عن امم افريقيا تنفيذا لرغبات شخصيه عندهم ان هو ما يسيبش مكانه عشان ما يرجعش ما يلاقوهوش، او تنفيذا لتعليمات مدرب محتاجه، مدربه في فريقه محتاجه. فبقت البطوله دلوقتي هتتعمل في الصيف بدايه من 2019 الكاميرون، وبمشاركه 24 منتخب. قد يكون العدد الكبير ده مش في صالح البطوله، لان يعني افريقيا كلهم 54 دوله، يعني احنا عايزين ناخد هقول لحضرتك افريقيا كلها 54 دوله، 24 دول يعني حوالي 48، يعني في 6 منتخبات، يعني هتبقى ماتشين رايح جاي القصه يعني. فده افريقيا لما تيجي تحسبها منتخبات الصف الاول او الصفوه ما بيزيدوش عن 10، فانت لما بتعملهم 24 بتضعف من المستوى، مستوى النهائيات فنيا يضعف، فنيا البطوله بيضعف. ممكن يخش لك كل بطوله فريق مثلا مستوى ثالث ولا بتاع كمفاجاه ان هو يحضر البطوله. طب ممكن بعض الناس تعليقا على كلامك يا استاذ شريف يقولوا مش احنا بنشوف مباريات هزيله في بدايه او في الادوار التمهيديه في كاس العالم احيانا، والناس عشان العدد زاد برضه، تقول ده في طرف من الفريقين ما اقدرش اتفرج عليه اصلا، ما هو عشان العدد زاد حضرتك، ما هو عشان العدد زاد ان ده دايما مؤثر، نفس ده بيأثر سلبا، ده بيحصل في كاس العالم زي امم اوروبا. ما انت امم اوروبا الاخيره دي برضه 24 منتخب كتير ماشي. انا ده اللي قصدته، زي اللي حصل في باقي البطولات الدوليه، تلاقي منتخبات مثلا صف ثالث ورابع في اوروبا بتحضر بتشارك في البطوله، فالمستوى بيضعف. نفسك في عدد الفرق يقل على مستوى كل البطولات الدوليه، كل البطولات ليه؟ لان انت بتاخد صفوه تلعب بيها النهائيات سواء كاس عالم او امم تمهيديه، انت فاهم. لكن كل ما زاد العدد كل ما مشاركه ماشي، يعني ممكن نعوض دوت مثلا بطوله افريقيا المحليين، ان المنتخبات دي تشارك بشكل خاصة، وان معظم المنتخبات دي لاعبينها مش محترفين بره القارة، كلهم جوه القارة. فيعني العدد الزيادة ده انا ضده، لكن كون البطولة تتعمل في شهر 5-6 كل سنتين ده افضل لكل المنتخبات طبعا، وهيبقى في برضه تعديل على مستوى البطوله الافريقيه زي دوري رابطه الابطال. يعني في شيفتنج هيحصل ان البطوله تنتهي وتبدا السنه اللي بعدها مباشره عشان تبدا بطوله افريقيا زي ما هي، زي ما هي مستمره خلاص في الاعوام، بس هي 2019 بس بدها هتعمل في يناير هتعمل في 6، فرق بس، لكن نفس العام، لكن نفس العام ما فيهاش اي مشكله. لكن انت عارف ان هو كان يعني ايام عيسى حياتي كان بيتم مجامله جنوب دول جنوب غرب القاره تحديدا، يعني السنغال فغينيا فغانا فنيجيريا فجنوب افريقيا، في الدول دي كانت لان دي كانت الكتله التصويتيه الاهم ليه يعني. فكان في فطبعا كانت لازم البطوله تعمل في الشتاء عشان الاجواء، حتى في الترتيبات الزمنيه اللي بتقدمها اي دوله انها الانسب عشان الاجواء والحر وبتاع وكده في جنوب القاره وكده، فكان بيتعمل في يناير بيبقى الاجواء كويسه، لكن ده كان بيبقى على حساب حضور اللاعبين المحترفين في اوروبا بشكل قوي، وحتى لما بيجي بيبقى خايف على رجله برضه، خاصة وان الملاعب برضه ما هياش، يعني شفنا امم افريقيا في الجابون الملعب اللي كان بيلعب فيه منتخبنا يعني حاجة صعبة جدا. يعني لما تبقى الدوريات او المواسم الاوروبية انتهت، السيزون انتهى وفترة الراحة بالنسبة للفريق او المعسكرات والاعداد، هتلاقي مستوى بقى البطولة فنيا اعلى، البطولة بالتأكيد لان الكل هيجي يشارك، بالتأكيد طبعا.
وهيبقى الاعداد ليها افضل والاخر، واللعيبه برضه تبقى خدت فتره راحه مش جاي من بطوله على بطوله، يعني بيبقى فيها ليها حسابات تدريبيه كده وحسابات بدنيه ولياقه وقصه كده، حتى ده يعمل براندنج اعلى للبطوله بالتأكيد يرفع طبعاً من قيمتها الفنيه بالتأكيد واسمها بالتاكيد طبعا. ولكن يعني احنا كنا بنستمتع بيها في الشتاء خاصه عشان الاجواء في افريقيا، يعني الجو بيبقى حر في الصيف شويه، لكن ممكن نتغلب على ده ان المباراه تلعب بالليل ماشي في افريقيا بالليل، لكن حكايه انها تلعب في الشتاء ونص السيزون ونص السيزون في اوروبا بتحرم لعيبه كتير، وحتى اللعيبه اللي بتبقى جايه خايفه ان يعني لو اتصاب هيرجع هيكمل بقيه السيزون، فطبعا دي برضه هو بيتكلم على مستقبله وعايز يحترف في نادي اكبر، لو في نادي مثلا متوسط مثلا او في ليفل متوسط وعايز يروح نادي اكبر، فده كل ده بيأثر نقطة تانية كمان على مشوار اللعيبه. كلامك جدا يا استاذ شريف انه فكره انه الاتحاد الافريقي تبقى بطولاته جزء من خريطه البطولات الدوليه عموما، رزنامة الدوليه لنا كيان منفصل، تبقى انت جوه الرزنامة يعني ما تبقاش مختلف عنه بالزبط. يعني انت اولا يعني بطولات الامم في كل القارات بتتعمل في كل 4 سنين وتحديدا في اسيا واوروبا، سيبك من امريكا الجنوبيه بتعمل كل سنه ماشي، لكن بتعمل كل 4 سنين، احنا بتعمل كل سنتين، فده ضغط طبعا على الاقل تبقى ماشيه متوافقه مع الجدول. هو يعني كان هدفها كويس، يعني الهدف المعلن كويس جدا ان انت بتطور الكوره في القاره، ان انت كل سنتين في دوله ما، فالدوله دي بيحصل فيها تنميه طرق وملاعب وبنيه تحتيه وصفر والكلام ده كله ودخل ودول من اوروبا بتيجي تعمل الحاجات دي، بتيجي يعني زي الصين مثلا ما تعمل ملاعب في افريقيا، دول اوروبيه بتعمل ملاعب، تعمل شوارع، تعمل بنيه تحتيه، بيعملوا فنادق، فده كويس نوع من التنميه الاقتصاديه في اي دولة في افريقيا. ولكن مجهد، المواسم متلاحمه، لعيبه مجهد جدا، مجهد حتى لميزانيات الدول الفقيره دي اكيد في اعداد منتخب وسفر وتصفيات، لكن الامور افضل مع وجود رئيس الاتحاد الافريقي الجديد اللي مصر كان لها موقف واضح من دعمه في هذه الانتخابات، مصر افريقيا وثقه او تفاؤل بوجوده، الترتيبات او التوافق معانا بدرجه بالتأكيد اعلى كتير من الرئيس السابق. بس طبعا كان يعني زي ما بقول لك كان الهدف المعلن ان ده تنميه لافريقيا، لكن كان هو بيزنس طبعا ان ده تسويق، وبطوله افريقيا دي محط انظار العالم لان ده السوق الاكبر بالنسبه لاوروبا بعد امريكا اللاتينيه وحركه البيع، يعني ده ثاني اكبر سوق بعد امريكا اللاتينيه، البرازيل والارجنتين تحديدا بيبقى بطولات افريقيا ده السوق الاكبر، وخاصه بطولات الشباب، يعني ما تبصش لامم افريقيا الكبار بس، بطولات الشباب دي و17 و19 دي مهمه جدا 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 لاوروبا لان بياخدوا منها ودوم المدارس دي اللي بقى من اول 16 و17 سنه بيطلع منها دوم المدارس جوه بقى، يروح بقى في اياكس ويروح يعني تحديدا في هولندا وفرنسا اللي هم اهم محطتين، وبرتغال اهم 3 محطات للانطلاق بعد كده بقى للدوري الاسباني الانجليزي للايطالي للالماني، دول محطات للانتقال ده، فده بيبقى عليهم عين كبيره جدا، فبيهمهم ان هم يتعمل الدورات دي بسرعه او في توقيتات سريعه، خاصه امم افريقيا دي لاسباب تسويقيه كمان. طيب هنرجع نكمل كلامنا معاك يا استاذ شريف ومع الساده المشاهدين، ولكن بعد متابعه هذا التقرير ونعود لمناقشه القضيه حتى المرتبطه بكلام نجمنا احمد عبد المنعم كشري اللي قال انه في وقت من الاوقات فعلا النادي الاهلي فضل المشاركه عربيا على المستوى الخاص بالمشاركه الافريقيه، لان البطوله في الوقت ده حسب كلامه ما كانتش منظمه، عوائدها الماليه كانت محدوده، كانت مجهده جدا ترتيباتها ومواعيدها، الى اي مدى ده تغير للافضل وفقا لما وصلنا اليه من شكل البطوله الحالي على مستوى التنظيم والجدول الزمني والابعاد الاستثماريه والخاصة بالمكافآت والحوافز المالية أو الإيرادات اللي بتعود على الأندية المشاركة. خلونا نشوف مع حضراتكم في البداية هذا التقرير. لم يكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم يتصور ان تصل بطولاته الى هذا الحد من الاهمية والاهتمام، ففي عام 1964 نظم الكاف اول مسابقة للاندية الابطال في القارة السمراء تحت مسمى بطولة افريقيا للاندية الابطال، شهدت البطولة تطورات بسيطة عبر مشوار طويل وصل الى 54 عام، كانت مباريات البطولة تقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب
ذهابا وإيابا حتى عام 96، حيث تغير شكل ومسمى البطولة في عام 1997، وتغير الاسم إلى دوري رابطة أبطال إفريقيا. شملت التعديلات خلال هذا العام زيادة قيمة المكافآت بشكل غير مسبوق، حيث تقرر وقتها حصول البطل على $1,000,000، فيما يحصل وصيفه على $750,000. عام 1997 تحول دور الثمانية إلى دوري من مجموعتين، يصعد بطل كل مجموعة إلى المباراتين النهائيتين. تم إلغاء الدور قبل النهائي، وبقيت البطولة حتى عام 2000 يتأهل بطل كل مجموعة للدور النهائي مباشرة. مع بداية موسم 2001 عاد تطبيق نظام المربع الذهبي بصعود بطل ووصيف كل مجموعة إلى قبل النهائي، بحيث يلتقي بطل كل مجموعة مع وصيف الأخرى على أن يقام لقاء إياب قبل النهائي على ملعبي بطلي المجموعتين. في نسختها عام 2017 تقرر إقامة دور المجموعات ابتداء من دور 16، ليصبح دور 16 بدلا من إقامته في دور 8، ليعود مرة أخرى إلى دور 8 بنظام الذهاب والإياب. قرر الكاف مؤخرا تعديل مواعيد البطولة من النسخة القادمة لتقام في ديسمبر وتنتهي في مايو، وهو ما يناسب الأندية المصرية كثيرا. في العام الجاري سيتم إجراء قرعة قبل مباريات دور 8 لتحديد الفرق التي ستتقابل في ربع النهائي على نفس طريقة دوري أبطال أوروبا. يكشف سجل شرف أبطال تلك البطولة أن فريق أوريكس دوال الكاميروني نجح في تسجيل اسمه بسجلات التاريخ كأول فريق يفوز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال عام 64. لكن الأهلي يحتل صدارة قائمة الأبطال بثمان بطولات تاريخية في أعوام 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013. الأهلي في كل مكان يناقش ملف بطولات إفريقيا للأندية ومراحل تطورها والأندية المشاركة في نسختها الحالية، والتعرف أكثر على فريق مونانا الجابوني الذي سيواجه الأهلي في بداية المشوار نحو الأميرة السمراء من أجل تحقيق حلم الأهلوية بالعودة لمونديال الأندية. أستاذ شريف عبد القادر، تعليق حضرتك على محتوى هذا التقرير والتغييرات اللي تم الوصول إليها بشكل مجمل، هل تراها كلها في الأفضل في الفترة الجاية لصالح البطولة والأندية المشاركة فيها ولا؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد معظم القرارات اللي اتخذت والمنظمة للبطولات الأفريقية سواء أندية أو منتخبات بالتأكيد هي للأفضل وهي الأحسن. طيب في نسخة 2017 كان تم العمل بدوري المجموعات من دور 16، ثم تم القرار اتخذ القرار بالعودة لأن يكون دوري المجموعات من دور 8 كما كان الأمر في الفترة السابقة على 2017. إيه السيناريو الأفضل في السيناريوهين دول من وجهة نظرك ليه؟ هو بس عشان ما نطولش البطولة لأنه عايز يضغطها شوية عشان يلحق يعدل اللي هي الفرق اللي هو يعمله. البطولة هتخلص في نوفمبر فيبتدي في ديسمبر، عايز يخلص بسرعة ويحصل إيه شوية يعني عشان التوقيت تنتهي تبدأ الشهر اللي بعده على طول في نفس العام. لكن بشكل عام لا، القرارات معظمها أو أعتقد كلها في صالح بطولات الأفريقية، ورعى فيها البعد بتاع المحترفين برا، توقيتات الراحات للمنتخبات والأندية عشان ما يعملش، لأن برضو هو برضو عنده مشكلة برضو إن في بعض الدول أنت الموسم بتاعها بيبتدي وأنت بتقفل، يعني أنت عندك السودان تحت دوريها بيخلص في يناير، يعني في بعض الدول برنامجها الزمني مختلف حسب توقيتات، بس مش غالبية الدول. بس مش غالبية الدول، زائد إن أنت المحترفين أغلبهم في الحتة دي شمال أفريقيا وغرب القارة، فالتوقيتات مظبوطة معاك، فدي اللي هتناسب الدول اللي عندها أكبر عدد من المحترفين. بالتأكيد في أوروبا أو في حتى في آسيا، لأن يعني في محترفين كتير في أندية في آسيا في الخليج العربي أو في شرق آسيا. بس ليه حضرتك بتقول إنه في شمال وغرب القارة؟ بسمع إن المحترفين موجودين من قلب القارة السمراء كتير، يعني من غانا ونيجيريا. غانا ونيجيريا ده كل ده غرب القارة. الغرب بتحسب ده مع الغرب لأن غانا أصلها في قلب القارة. يعني غينيا. غانا في غرب القارة، غانا ونيجيريا جنب بعض في غرب القارة تحت كده ناحية المغرب. مين أقرب للغرب؟ السنغال كله قلب القارة. كاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال ويعني جنوب أفريقيا طبعا تحت،
كل دول في الغرب الجزء اللي محسوب في حساباتك الخاصه بالمحترفين بما فيها غانا ونيجيريا والجزء والكاميرون وكل ده في غرب القاره اللي هم محترفين كده الاهم كده اشرت للدول كلها اللي عندها اللي هو الليفل الاولاني في وجود ديفوار حتى كوت ديفوار كل الليفل الاولاني هتلاقيه في غرب القاره وشمال افريقيا اللي هو الدول المستوى الاول. فشايف انه في المجمل الانديه او الدول دي انديه ومنتخبات هيناسبها الجدول الزمني ده للافضل خاصه دول شمال افريقيا طبعا روعة تماما من هذا الموضوع ان كنا بنعاني بتلاحم مواسم يعني دوبك تخلص دوري مصري وبعدين تروح ما فيش ايام تلاقي نفسك داخل في دور 16 دوري ابطال بعد كده تخش دوري المجموعات من شهر 8 عشان تخلص وبعدين تخش بقى قبل نهائي ونهائي تخلص 11 تطلع على كاس العالم يبقى كل الانديه عرفت هي رايحه كاس العالم ما عدا قاره افريقيا يعني القاره الوحيده اللي بتقعد ممكن قبل يعني البطوله الاخيره دي قبلها باسبوع هو كمان في حاجه اعتقد ان ده هيسهل المهمه على الاتحادات نفسها وعلى ادارات الانديه البرنامج الزمني للمحترفين بالنسبه للمنتخبات واستدعائهم لمنتخبات بلادهم في افريقيا ده هيريح اللاعب المحترف شايف الدوري السنه دي عامل ازاي شايف الضغط اللي في الانديه ويمكن النادي الاهلي اكتر فريق عال بدليل الروتيشن اللي عمال يعمله الكابتن حسام بدري في اللاعبين والاصابات والكلام ضغط مباريات كل 48 ساعه يوم تلعب يومين راحه ماتش يوم تلعب يومين راحه ماتش والانديه كلها اغلبها بس عشان اهلي عنده لعيبه في المنتخب وهيشارك في افريقيا وهو اكتر نادي عنده لعيبه في المنتخب فلا في ضغط كبير جدا ومضطرين نعمل ده عشان نخلص في توقيت معين قبل كاس العالم يعني عشان المنتخب الفوائد مش بس للاعب المحترف في اوروبا ده كمان للاعب المحترف في الدوريات في المواسم الدوريات المحليه لان انت عندك لعيبه مشاركين في موجودين في قائمه المنتخب المفروض هيحتاجوا فتره راحه وبعدين يخش فتره اعداد ثانيه ويلعب مباريات وديه استعدادا لكاس العالم. طيب خلينا نتكلم شويه عن خريطه الانديه اللي لها الحظ الاوفر في تاريخ البطوله في مقدمتها النادي الاهلي 8 بطولات البطل 8 مرات الوصيف 3 مرات اعوام 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 و2013 ثم بالترتيب دون ذكر بقى عدد البطولات او سنوات البطولات الزمالك 5 مرات والوصيف مرتين البطل 5 مرات والوصيف مرتين مازيمبي 5 مرات والوصيف مرتين مازيمبي بكذا اسم بقى يعني ده 69 كان اسمه الانجلبير بي مازيمبي كان اسمه الانجلبير انجلبير في الوقت بطل ده زائر. البطولات القديمه وبعدين عندنا هافيا زائير مش الكونغو الديمقراطيه زائير هافيا كوناكري 3 مرات البطل الوصيف مرتين رجاء البيضاوي 3 مرات ومره الوصيف كانون ياوندي البطل 3 مرات اشانتي كوتوكو البطل مرتين الوصيف 5 مرات الترجي البطل مرتين الوصيف 4 مرات الوداد البطل مرتين الوصيف مره واحده شبيبه القبائل البطل مرتين وفاق سطيف البطل مرتين ونيامبا البطل مرتين مين بخلاف الاهلي؟ الاهلي طبعا متواجد بقوه ونافس على البطوله الماضيه وايضا المستهدف ان شاء الله في الفتره الجايه العوده للفوز بالبطوله وده واضح في كل ما اعلنه مجلس الاداره ولجنه الكره والجهاز الفني واللاعبون ايضا. مين تاني من الانديه اللي هي تسيدت البطوله من خلال الجدول والاحصاءات اللي تابعناها مع حضرتك دلوقتي اللي شايفهم عندهم فرصه بجانب الاهلي للمنافسه؟ طبعا الزمالك هيلعب في الكونفدراليه. هيبقى عندنا مازيمبي والرجاء والترجي والوداد. الرجاء ومازيمبي والاهلي والمازيمبي والرجاء والترجي والوداد. الزمالك طبعا بره لانه هيلعب في الكونفدراليه السنه دي. ماشي؟ طبعا بيجي كارلو ويندي ده كصف ثاني كوتوكو برضو. في يعني انديه ما بقتش على الخريطه زي الاول. يعني ما بقتش بنفس القوه بتاعت طب هل هم طبعاً الاسماء اللي قلتها دي يا استاذ شريف شايفها الاقرب للمنافسه مع الاهلي على لقب البطوله؟ ولا في اسماء ثانيه شايفها؟ بالنسبه للترجي الترجي في انتقالات يناير ده ويمكن الوداد نفس الحكايه باعوا اهم لاعبتهم للدوري السعودي. يعني اهم لعيبه موجوده في الترجي وفي الوداد اللي خد البطوله يعني بين شرقي راح الهلال وفي طه ياسين الخنيسي من الترجي وكذا لاعب من الترجي راحوا الدوري السعودي برضه. ده يؤثر سلبا على مستوى الترجي؟ طبعا ده كل ده بيصب في صالح الاهلي كمرشح اول دائما للبطوله. هيبقى فاضل مين؟ مازيمبي النادي الاقوى. يمكن امبارح خسر السوبر الافريقي امام الوداد في المغرب ولكن هو ده يعني تاني اهم مرشح بعد الاهلي مازيمبي بالنسبه للفرق اللي موجوده في البطوله. طبعا مع وجود بقى النجم الساحلي برضه نفس الحكايه. في فرق تانية مش موجوده في الجدول ده بتنافس بقوه دلوقتي. ما النجم الساحلي فاز بالبطوله دي مره تاريخيا من الاكثر حظا يعني الجدول ده ناقص تقريبا النجم الساحلي وكذا فريق برضه ماشي.
يعني دي فرق موجوده برضو معانا في دوري الابطال. لكن اهم اربع خمس فرق في الحكايه دي هيبقى الاهلي على الاول، مازيمبي، الترجي والنجم الساحلي، يجي بعد كده الرجاء والوداد من المغرب. ده تصنيفات يعني. فلا المنافسه يعني كل الترشيحات ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي ويكون موجود بطل البطوله. الاهلي في الفتره اللي فاتت هل تعتقد انه دعم صفوفه بالقدر الكافي وايضا حرص النادي على التعاقد والتجديد لنجومه ولاعبيه المؤثرين جدا زي النجمين عبد الله السعيد واحمد فتحي، شايف ان ده متماشي مع سياسه النادي في الفتره دي والتركيز على اللقب الافريقي، فده يخلي الاهلي اكثر حرصا على البعد الفني في الفتره الجايه؟ بالتاكيد طبعا، بالتاكيد. خاصه التعاقدات اللي تمت في الصيف الماضي والتعاقدات اللي الحقت في يناير، مجموعه اللاعبين سواء اللي جم او اللي جم في الصيف او في جم في يناير اللي فات، وحتى اللاعبين اللي اعيروا زي مؤمن زكريا تحديدا وهيرجعوا نهايه الموسم، لا واضح ان في اصرار شديد على العوده لمنصه التتويج في بطولات افريقيا، لان غياب الاهلي من 2013 ل 2018 ده غياب بعيد ما حصلش يعني، غير في الفتره اللي كان الاهلي زي ما قلت في التقرير تم يعني ما كانش بيروح يلعب في افريقيا، اعتذر بعد اللي كانت مرتبطه بالاحداث والاضطرابات الموقف اللي حصل في بعد كاس السوبر الاهلي والزمالك في جنوب افريقيا، والاهلي خد قرار ان هو مش هيشارك في البطولات الافريقيه واكتفى بالبطوله العربيه. ويمكن زي ما قلت حضرتك في المقدمه ان كانت العوائد مش مشجعه يعني ان انت تبقى تصرف مصاريف كبيره جدا سفر الامر اختلف دلوقتي، اصبحت المشاركه والفوز امر مربح للنادي. انت دلوقتي بتجيب لعيب برضو، ما انا مش عايز اقول انها عائد، هي حافز للمشاركه، حوافز وجوائز للمشاركه، لكن ما بتغطيش لكن فعلا نفقات النادي عشان يعني انت اللي بياخد البطوله دلوقتي بعد كل الفلوس دي وكل التعديلات اللي تم دي 2.5 مليون دولار ثمن لعيب، يعني ثمن لعيب انت بتجيبه، انت بقى شوف بقى كام لعيب ومرتبات و ثمن لعيب لناديه غير مرتبه هو، مرتبات اللعيبه قد ايه عندك واجهزه فنيه وسفر وانتقالات و اقامه بره واقامه هنا لا في مصاريف كتيره جدا، بس هي حوافز كويسه، حاجه ما كانتش موجوده وبدات وتحسنت كتير كتير جدا يعني، ومش للبطل بس لكل لكن يعني. اخيرا احنا هختتم بسؤالي ده لحضرتك يا استاذ شريف، متفائل من قراءتك الموضوعيه لمستوى الاهلي وعناصر قوته وتكامل الفريق فنيا وبدنيا دلوقتي مقارنه بالمنافسين اللي احنا قابلهم في البطوله، هل احنا الاقرب؟ شايف من وجهه نظرك ان احنا الاقرب وان احنا نحن المرشح؟ الاهلي المرشح الاول، المرشح الاهلي في اي بطوله بيخش فيها الاهلي بصفته نادي القرن وهو الاخر والاكثر تتويجا وكل الكلام ده كله، فهو المرشح الاول في افريقيا في اي بطوله بيدخلها، سواء بطولة دوري الأبطال أو حتى الكونفدرالية أو وهو بيلعب السوبر، سواء في القاهرة أو بره القاهرة. ولكن الأهلي في الدوري طبعا ماشي مفهوم في حتة ثانية خالص، مستوى مختلف شوية في البطولة، ماشي هيبان ده في أفريقيا طبعا، مش هيبان في دور ال 32 قوي ماشي، رغم بطل الجابون بيتقال عنه إنه بطل وفريق كويس وهو الآخر وبتاع، لكن هيبان في الأدوار بعد كده. وإن كان معظم الفرق اللي هي دايما بتكمل المنافسة مع الأهلي اهم لعيبه فيها يعني خرجوا بره، تركوا الفرق دي راحوا السعوديه يعني، خرجوا بره القاره، وده لصالحنا زي ما ده بيصب كله، خاصه وان انت استقطبت مجموعه كويسه جدا من اللعيبه سواء في انتقالات صيفيه او في او من المحترفين في الفتره اللي فاتت. تاكيد طبعا. بشكرك جدا على وجودك معانا، الناقد الرياضي ومدير تحرير صحيفه الشروق الاستاذ شريف عبد القادر، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. مشاهدينا فقراتنا مستمره، بعد الفاصل نستقبل الكاتب والاديب الاهلاوي جدا الاستاذ براء الخطيب وحوار عن الفن والرياضه والاهلي وكره القدم وايضا الفلسفه وكره القدم، لانه بصدد اصدار كتاب او يعمل على كتاب يخرج قريبا للنور ان شاء الله بهذا المسمى، يحلل ويربط بين الامرين بين عالم كره القدم وبين الفلسفه بشكل او اخر. هنستمع الى رؤيه كاتبنا الكبير والمحب جدا للنادي الاهلي. فاصل ونعود.